حضرتك مسؤول برضو عن ملف العلاقات الخارجية، ممكن تعرفنا حضرتك على الملف ده ورؤية حضرتك ايه؟ هو الحقيقة احنا يعني انا برضو هقول حاجة، احنا واحنا موجودين في لجنة الكابتن حسين لبيب كان في بدايات ان احنا نتواصل مع اندية اوروبية. الاندية الاوروبية دي احنا بنحاول ناخد منها موديل، الموديل ده يبقى يصلح ان هو يتطبق في نادي الزمالك فيما يتعلق بقى بايه، فيما يتعلق بقطاعات الناشئين، فيما يتعلق بتطوير المدربين، فيما يتعلق بتطوير الملاعب، فيما يتعلق بتدريب المدربين، يعني بحيث ان يبقى عندنا موديل. الموديل ده يساعدنا ان احنا نقدر نخرج من قطاعات الناشئين لعيبة تساعد الفريق الاول، والفكر ده غير مرتبط بفريق كرة القدم بس، مرتبط بألعاب الصالات كمان. فده كانت بداية خطوة احنا خدناها للتواصل. اعتقد ان احنا لو ربنا اكرمنا وتوفقنا هنكمل هذه الخطوات، لان احنا يعني نادي الزمالك او احنا في مصر احنا بعيد جدا 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 في حتة التعامل مع قطاعات الناشئين. يعني احنا ايه، احنا عندنا ممكن يكون عندنا قطاع ناشئين فيه مدربين كتير، جزء من المشكله كبيره ان انا اي لعيب بيبطل اللعبه بيبقى مدرب، في حين ان هو ممكن ما يبقاش مؤهل انه يكون مدرب. عندنا فجوه كبيره جدا بين اعمار المدربين وبين الناشئين، فاكيد الحديث اللي بين ولد عنده 12 سنه ومدرب عنده 60 سنه في فجوه فاحنا محتاجين ناهل المدربين بطريقه نقدر تساعدهم ان هم يطوروا من نفسهم ويطوروا الناشئين. كمان في حاجه مهمه جدا احنا بنتكلم فيها، انا اشتغلت في الخليج فتره طويله، اشتغلت في الامارات واشتغلت في السعوديه، كان عندي بشتغل، انا كنت بشتغل في القطاع المصرفي برضو، كان عندي عملاء كبار لاصحاب شركات كبيره، والعملاء دول حقيقه الامر هم زملكاويه اكتر مني، يعني كانوا بيتفرجوا على الماتشات وبيعيطوا لما الزمالك يتغلب ويكلموني في التليفون. يعني زملكاويه، خلي بال حضرتك الزمالك عنده ميراث يعني من 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 سنوات طويله جدا في الكويت، كابتن حسن شحاته وكابتن طه بصري وكابتن سمير محمد علي عملوا للزمالك شعبيه كبيره جدا في الكويت، كذلك في شعبيه في الامارات، كذلك في شعبيه في السعوديه. فاحنا محتاجين كمان نبتدي نتكلم مع الانديه اللي في الخليج. حضراتكم طبعا كلكم عارفين الطفره اللي موجوده دلوقتي في في في, في, في الخليج، وازاي هم بيعيدوا صياغه شكل بالذات شكل كرة القدم في المنطقة، سواء بعد ما قطر استضافت كأس العالم أو بعد ما السعودية ابتدت يعني تستقطب لاعبين عالميين. فمحتاجين نتواصل مع الناس اللي موجودين في الخليج. احنا ابتدينا بروتوكول، عملنا فريق اسمه فريق زمالك الإمارات، ودي كانت أول مرة الفريق ده كان بيلعب. وزمالك الإمارات دي خلي بال حضراتكم هي بداية لممكن يكون في زمالك قطر وزمالك السعودية وزمالك سلطنة عمان وزمالك الكويت، لأن اسم نادي الزمالك هو اسم متفرد مش موجود، في حين أن المنافس مثلا الاسم موجود في أكتر من دوري، سواء كان في السعودية أو كان في الإمارات أو كان في قطر. فالفكرة دي احنا هنشتغل عليها، ازاي نقدر نعيد الشكل بتاع نادي الزمالك، وازاي نقدر نتوسع ويبقى عندنا توأمة وشراكة مع أندية في الخليج تساعد بقى على الانتشار والتواجد، وتساعد على حاجة مهمة جدا ازاي نستعيد الصورة الذهنية لنادي الزمالك. فبالتالي النهاردة انت بتعلي القيمة التسويقية للنادي، وبالتالي يبقى عندك مركز افضل، وانت بتتكلم مع الرعاة ان النادي ده بقى عنده براند او عنده قيمه او صوره ذهنيه مختلفه عن الوضع اللي احنا موجودين فيه. اعتقد محدش يرضي ان يكون نادي الزمالك ما عندوش رعاه، اعتقد ان احنا نستاهل ان احنا يبقى عندنا رعاه. وضع المناخ اللي احنا كنا عايشين فيه الحقيقه 10 سنين هو مناخ طارد لاي راعي، نتيجه ان احنا عندنا دايما مشاكل وعندنا دايما خناقات وعندنا دايما خلافات وعندنا دايما عدم التزام وعندنا دايما تشويه وتهديد وتنكيل، يعني حاجات الفاظ كتير جدا مش كويسه، بس كلنا كنا شاهدين عليها العشر سنين اللي فاتوا. اعتقد الصوره هتتغير، اعتقد ان شاء الله يعني ربنا يوفق القائمه الموحده ويبقى لينا نصيب نكون موجودين. بس تاني انا لا استثني احد من المرشحين، كل المرشحين ناس كويسه جدا، كل المرشحين ناس بتحب النادي، كل المرشحين اللي هيحالفوا التوفيق دايما اعتقد انه اول حاجه يعملها هحاول يغير الصوره الذهنيه
اللي موجوده نادي الزمالك في ال10 سنين اللي فاتوا.